اتفضل. بونسوار، تسمحي لي بدقيقتين؟ هو انت محتاجه اذن يا سعاد؟ ادخلي. شفت نبيل قاعد في الهول بيسمع مزيكا، قلت الحقك قبل ما يطلع. يبقى في حاجه؟ مش حاجه مهمه قوي، جيت اطمن عليكي زي ما اطمنتي عليا قبل كده. اكلمك من ست لست. هو انت بتستخدمي نفس كلامي بالظبط ولا انا بتهيألي؟ لا مش بتهيألي، ده انا طول عمري بتعلم منك. عايزه ايه يا سعاد؟ اختصري. حاضر، هختصر، بس في الاول لازم تعرفي اني لا بتجسس عليكي ولا عندي قدره خارقه زيك اني اعرف كل حاجه بتحصل في القصر. مجرد صدفه. شفت نازلي هانم لما كانت هنا في القصر وسمعت كل اللي انتوا كنتوا بتقولوا. بصراحه انا ما قدرتش امنع نفسي من اني استغرب. ما كنتش اعرف ان قلبك انت كمان اتكسر زي ما قلبي اتكسر. ما كنتش اعرف ان عندك قلب زينا يا عايده. والظاهر ان الكسره اللي ضعفتني هي نفسها اللي قوتك. وانت بقى فاكره بالكلمتين دول انك مسكت عليا زله مثلا وجايه تبتزيني بيهم؟ خالص، دي اخر حاجه ممكن تيجي على بالي. انا بس دلوقتي فهمت سبب اصرارك على انتمائك للقصر والعيله لدرجه انك تبيعي مجوهراتك عشان تدفعي ماهيات الخدامين. فسمحت لنفسي اني اجي هنا وانصحك واقول لك صدقيني ما تسويش. متشكرين على النصيحه. عايزه تنقذي نفسك يا عايده، هربي. اهربي زي ما انا ههرب. محدش هيهرب من القصر يا سعاد. احنا كلنا هنا متسلسلين في بعض. انا عن نفسي خلاص. انا وفوزي اتفقنا على الطلاق وهننفذ. ولما هتسيبي القصر هتعملي ايه؟ هترجعي تاني بيت السيد الوالد الاستاذ عزت؟ اه، ومش خايفه ولا باقيه على حاجه. انت شهدتي على كاميليا ان هي اللي قتلت منصور، فمش هينفع تشهدي عليا انا كمان. ده غير ان كل واحده فينا تعرف عن التانيه سر هيفضل في بير. اما القصر بقى فاشبعوا بيه، باعوه او خلوه لحد ما يتأمم، او حتى خلوه شايل اسم السيوفي. كل ده ما يهمنيش في حاجه.